وهروح طبعا لنقدنا الكبير طبعا الناقد الرياضي الاستاذ حسن المستكاوي. استاذ حسن برحب بيك في تايم لايف. اهلا وسهلا، اهلا بيكم، وتحياتي للكابتن ربيع وكابتن محمد. استاذ حسن، يعني اراك تهمنا واراك تهم كل الجمهور المصري، مباراه مصر النهارده ان شاء الله شايفها ازاي؟ هو طبعا المفروض يعني بنعمل اللمسات الاخيره، هو بجرب عمل تغييرات في الماتش الاولاني مع صحيح تنزانيا، وتغييرات كان فيها اهداف واضحه قوي الاهداف. يعني باك ليفت لازم يلعب، يكون بيلعب كرات عرضيه، ايمن اشرف بيزيد لكن الكره العرضيه بتاعته مش كامله، بينما احمد ايمن منصور كرته العرضيه بتكمل وعم جاب منها هدف مثلا، يعني مش محتاج دفاع لطارق حامد، فنزل غزال يلعب برا شويه وقدم دونجا، يعني كلها تغييرات وتريزيجيه وهكذا. انما النهارده المفروض انه بستقر على التشكيل الاساسي، وان كنت اعتقد انه يعني ممكن ما يبتديش بصلاح، ممكن باعتبار ان في لعيبه زي محمد صلاح وزي تريزيجيه مثلا موجودين في التشكيل الاساسي 100%. هو عايز يشوف ناس ثانيه قدراتها ايه وامكانياتها ايه في اللعب قدام الفرق الافريقيه. انا مش عايز اقول انها يعني فرق ضعيفه او قويه، انما اللعب في افريقيا يختلف عن اللعب في الدوري المحلي. لكن في النهايه النهارده المراجعه الاخيره، يعني خلاص الامتحان يوم الجمعه. صحيح استاذ حسن، يمكن الناس نعمل، بس عايز اقول ملاحظه بس، ان فضل مباراه تنزانيا الفريق التنزاني هو اللي كان صعب علينا المباراه، لانه لعب بطريقه دفاعيه جدا. صحيح. حيدت اهم اسلحه المنتخب المصري اللي هو عبد الله السعيد والكرات اللي بتترمي ورا خط الظهر، ما عرفناش نعملها لان المسافه ضيقه جدا ما بين خط ظهر تنزانيا والحارس المرمى، فاحنا ما عرفناش نعمل الجمل التكتيكيه اللي غالبا بنعملها بكرات طويله ورا المدافعين في مباراه تنزانيا. صحيح.